السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحضروا نوتيلا صحية في المنزل، مكونات صحيين، تتمنى تعجبكم. تحتاجوا فيها المقادير الآتية: 200 غرام ديال الكاكاو المر، اللي ما كانش متوفر عندكم تقدروا تخلطوا ما بين الكاكاو المر والكاكاو اللي تنعملوا في الحليب مع الحليب. تحتاجوا كذلك 100 غرام ديال الحليب المجفف و150 غرام ديال السكر بودرة. وغنستعمل انا حليب ديال الكوك 400 مليلتر، اللي ما كانش متوفر عملوا 250 مليلتر ديال الحليب الكامل الدسم. كيف ما تتعرفوا حليب الكوك تيكون خاطر اكثر. هنا عملت الكاكاو المر، الحليب بودره، والسكر كلاصي كيف ما قلت لكم 150 غرام ديال السكر الكلاصي، 100 غرام ديال الحليب بودره، و200 غرام ديال الكاكاو المر. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تخلطوا 200 غرام ديال الكاكاو المر ما بين الكاكاو العادي اللي تشربوا تنديروا مع الحليب، والكاكاو اللي تيكون في نسبه اللي تيكون مرشويه على حسب نتوما الذوق ديالكم. ونضيف الحليب ديال الكوك 400 مليلتر، تيكون خاطر شويه، اللي ما كانش متوفر عملوا الحليب العادي، ولكن عملوا غير 250 مليلتر على حسب القوام اللي بغيتو. 250 مليلتر راه كافيه ويكون كامل الدسم. وتنحصلوا على خليط بهذا الشكل كيف ما تشاهدوا، تقدروا تضيفوا له بعض المكسرات اللي بغيتو او تحتفظوا به هكا. تيجي بهذا الشكل خاطر كيف ما تلاحظوا. نعملوا لي ساندويتشات لولادنا وحنا عارفين شنو تنعطيوه، حسن لي واحد يشريه في مواد حافظه اللي تيكونوا خطيرين على الصحه ديالنا. كيف ما تلاحظوا تيجي بهذا الشكل رائع، ما عملناش فيه دهون، وكذلك صحي، فيه كميه في عناصر مغذيه وفيه كميه كاكاو مهمه اللي هي مفيده. كيف ما تشاهدوا تيجي بهذا القوام، تيجي زوين بزاف. تنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم، والى اللقاء الى فيديو جديد باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.